تحية لكم سيداتي سادتي، وهذه مساحة للرأي. لا شك أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين شهدت توترا متزايدا في الآونة الأخيرة، بدءا من الأزمة الوبائية مرورا بالحرب التجارية والصراع على النفوذ من خلال استراتيجيات واشنطن لتدشين تحالفات أمنية واقتصادية للحد من طموحات بكين الإقليمية، وذلك أيضا وصولا إلى الصراع حول تايوان وغيرها من الصراعات. التنافس بين الاقتصادين الأكبر في العالم آخذ وآخذ بشكل جديد ومتمدد. هذه المرة تعد التكنولوجيا هي أحدث جولة في المعارك بين واشنطن وبكين، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقوم بإعداد برنامج جديد يمكنها من أن يحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة في الصين، وهي خطوة جديدة لحماية المزايا النسبية أو المزايا التكنولوجية الأمريكية مع تنامي المنافسة أيضا بين الدولتين، أيضا لعرقلة قدرة الصين على تطوير التقنيات التي يعتقد بعض المسؤولون الأمريكيون أنها قد تشكل خطرا على الأمن القومي. ما هي تداعيات هذه الخطوة، وإلى أي مدى تفاقم التوتر وتعظمه بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ هذا ما يجيب عنه ضيفنا الكريم خلال الدقائق التالية، الدكتور سيد مكاوي، زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك عبد الله بيه، شرفت بوجودي مع حضرتك. شكرا جزيلا، واسمح لنا نذهب إلى هذا التقرير المفتتح ونتابع ثنايا، ثم نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم وبداية هذه الحلقة، ابقوا معنا. سلاح العقوبات محور توتر جديد بين واشنطن وبكين. فبعد حادثة المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة وتحذيرات الغرب من دعم بكين لموسكو، الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات صينية. التكنولوجيا وجه آخر للصراع بين البلدين، بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شركات صينية وأقدمت على اتخاذ إجراءات عدة للتضييق على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة. الصراع التكنولوجي بين الجانبين أشعل فتيله تقنيات الجيل الخامس للاتصالات وسط مخاوف أمريكية تجاه تكنولوجيا الجيل الخامس. يقول الأمريكيون إنها تتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، ومنها شركة متهمة بتقديم صور الأقمار الصناعية إلى موسكو. الصين من جانبها توعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الولايات المتحدة، إجراءات ستحمي بشدة مصالح الشركات الصينية وفقا لبكين. عقوبات أمريكية تقابلها تهديدات صينية بالرد بالمثل، في وقت كثر الحديث الأمريكي عن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بأسلحة، وهو الأمر الذي حذر منه المسؤولون الأمريكيون في الآونة الأخيرة. فالرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على أن بكين ستواجه عقوبات شديدة في حال قيامها بذلك. في المقابل تنفي بكين ذلك مرارا، متهمة واشنطن بصب الزيت على النار، وتتهم الصين الولايات المتحدة بفرض الهيمنة التكنولوجية متخذة الأمن القومي ذريعة لذلك. الصراع الأمريكي الصيني يظهر جليا في حقول التكنولوجيا تحت عنوان حماية الأمن القومي. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين واشنطن وبكين دفعت مستوى العلاقات إلى أدنى مستوى منذ سنوات، خاصة وأن الولايات المتحدة ترى أن الصين عمقت علاقاتها مع روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية، على الرغم من محاولتها لا بدور الوسيط لإنهاء الأزمة. أهلا بكم من جديد، وأكرر التحية بضيف الكريم دكتور سيد مكاوي، زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي. أهلا بكم مرة أخرى، ونبدأ هذا الحوار دكتور سيد. كيف يتحول الصراع وألياته التي أخذت شكلا جديدا ما بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال التكنولوجيا، كيف تقرأ ذلك؟ طبعا التكنولوجيا أحد مجالات الصراع، لكن لو رجعنا لتصريح حديث لويليام بيرنز رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، اعتبر أن الصين أهم تهديد جيوبوليتيكي أو استراتيجي بيواجه الولايات المتحدة، وبالتالي
التنافس بين الولايات المتحدة والصين هو تنافس في كل المجالات، بداية من المجال السياسي، المجال العسكري، المجال الاقتصادي، المجال التكنولوجي، مجال التمويل والاستثمار، في تنافس في كل المجالات. على المستوى الاقتصادي على سبيل المثال، الهدف الأسمى للولايات المتحدة في المرحلة الحالية هو الطلاق الاقتصادي بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكرر ما تعتبره خطأ أوروبيا عندما اعتمد الأوروبيين على الغاز الروسي وظهر تأثير ذلك خلال الحرب الأوكرانية. فالولايات المتحدة تريد الانفصال والطلاق بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني. هذه مسألة صعبة جدا، مسألة معقدة جدا. بحسب نائب وزير الخارجية الصيني في أحد التصريحات أن العلاقات الأمريكية الصينية يعني بتمر بتحولات عميقة وتحولات معقدة جدا بيغذيها بشكل أساسي التنافس الجيوبوليتيكي المكثف بين الولايات المتحدة وبين الصين، ويميل الولايات المتحدة على هذا التنافس. وطبقا لبعض المسؤولين الصينيين في أكثر من تصريح، الصين لا تحاول أن تحل محل الولايات المتحدة كالقوة الأولى في العالم، لا تريد أن تهيمن وتسيطر على العالم، وترفض الادعاءات الأمريكية بأن الصين مسؤولة عن ما نعتبره تقهقر للقوة الأمريكية في العالم، واعتبر أن دخول الولايات المتحدة في حرب العراق وحرب أفغانستان وما أضعفها استراتيجيا. وحسب بعض المراقبين داخل الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة بدلا من أن تحسن من قواعد اللعبة الأمريكية في العالم سواء كان على المستوى السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي، يتحاول تعطيل قواعد اللعبة الصينية. الولايات المتحدة ترى في شركات التكنولوجيا الصينية تهديدا محتملا لأمنها. مجلس الشيوخ كان قد أقر موازنة ضخمة 250 مليار دولار لمواجهة التهديد التكنولوجي الصيني، وربما ظهر يعني ذلك بشكل بسيط حتى بين شركات المحمول في السنوات الأخيرة، وما بين حجب الأمريكان بعض التطبيقات على أجهزة المحمول الصينية، وكانت هناك المهاترات ما بينهم. نعم، للأسف الداخل الأمريكي والبيئة السياسية داخل الولايات المتحدة تعاني من رهاب روسيا ورهاب الصين، وطبعا هذا غير منطقي وغير معقول. ما تطالب به روسيا، ما تطالب به الصين، هو ان النظام العالمي يجب ان يتوقف عن ان يكون احاد القطب، ويجب ان يكون متعدد الاقطاب، بمعنى انهم يدعون لنظام، وهذا السؤال يعني يثير الدهشه، يعني هم يدعون لنظام عالمي اكثر ديمقراطيه. والولايات المتحده لا تريد ان يكون النظام العالمي اكثر ديمقراطيه، هي تريد ان تكون هي القوى المهيمنه والمسيطره على الشؤون العالميه. والحقيقه ان ده اصبح مستحيل طبقا لوثائق الاستراتيجيه الامريكيه الان، ان ما يحدث الان هو صراع جيوبوليتيكي بين الولايات المتحده وحلفائها في جانب، وبين روسيا والصين وحلفائهم في جانب اخر، حول شكل النظام العالمي الذي سينبثق او الذي يتشكل الان. ما هو شكل هذا النظام العالمي؟ هذا هي مساله الخلاف. الولايات المتحده تريد ان تصور ان المساله صراع ما بين الديمقراطيات وما بين الانظمه التي تعتبرها الولايات المتحده انظمه استبداديه، بالاشاره الى الصين وبالاشاره الى روسيا ودول اخرى، والاراء القادمه من اسيا ومن جنوب شرق اسيا ومن جنوب اسيا تقول بصراحه أننا يعني لا يجب أن نختار بين صداقة الولايات المتحدة وصداقة الصين أو صداقة الولايات المتحدة وصداقة روسيا. نحن أصدقاء للجميع وعلى استعداد أن نتعامل مع الجميع. وكما قال أحد وزراء خارجية سنغافورة في تصريح شهير، من المستحيل أن نختار بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وأتذكر تصريح لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي عندما قال نحن لا نريد من أحد أن يختار بين الصين وبين الولايات المتحدة، لكن واقع الحال، واقع الممارسة السياسية على الأرض، هو أن الولايات المتحدة تريد من كل دول العالم أن تختار بين أن تكون مع الولايات المتحدة أو
مع روسيا أو الصين في الجانب. هذه طبيعة الثقافة الأمريكية. نعم. أيضا بايدن في تصريح عقب لقائه الرئيس الصيني شي بينج في بالي صرح وقال إن إحنا لا نريد العودة إلى عقلية الحرب الباردة ولا نريد الدخول في صراع مع الصين، لكن ما يحدث على الأرض من ممارسات أمريكية تسير في اتجاه آخر. نشاهد ونراقب سياسة الأحلاف العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تجمع الكواد أو التجمع الرباعي للحوار الأمني، واللي بدأ يعني بعد ما كان مفروض أنه بيعالج قضايا عامة مثل قضية الصحة وقضية التغير المناخي بدأ يركز على المسائل الأمنية. شهدنا أيضا حلف الأوكوس بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، ومن خلاله هتزود الولايات المتحدة أستراليا بغواصات نووية. يجري الآن أيضا الحلفاء التعهديين للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، أي الحلفاء الذين ترتبط بالولايات المتحدة معهم بمعاهدات دفاعية. يجري الآن بواسطة البنتاغون ووزير الدفاع الأمريكي محاولات لدمج القيادات العسكرية لهذه الدول مع قيادات البنتاغون وقيادات الناتو، وهناك أحاديث عما يسمى ناتو آسيوي مقارنة بالناتو الموجود في أوروبا. إذن هناك أيضا اتجاه لعسكرة ألمانيا وعسكرة اليابان. إذن نحن ما يحدث في أرض الواقع هو ممارسة تسير طبقا لعقلية الحرب الباردة رغم إنكار ذلك من بعض القيادات الأمريكية. والحقيقة ان كثير من المراقبين بيقول ان من الان حتى نهاية هذا العقد، يعني بنتكلم لغاية 2030، ستظل حالة الصراع بين روسيا والصين في جانب والولايات المتحدة وحلفائها في الجانب الاخر حتى يتشكل نظام عالمي جديد متعدد الاطراف. طيب الان الولايات المتحدة تهدد الصين بعقوبات، ماذا سيحدث لو فرضت فعلا الولايات المتحدة عقوبات على الصين وتمادت في هذه العقوبات؟ كيف تقرأ السيناريو المتوقع ونحن ما بين الأسوأ وما بين الحسن؟ دائما نمشي ما بين المتوقع. يعني بداية يجب أن نقر أن العقوبات الأحادية هي مخالفة للقانون الدولي، وأن الجهة الوحيدة التي بمقدورها أن تفرض عقوبات على دولة ما هي فقط الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن. وبالتالي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة هي عقوبات أحادية، وبالفعل هناك عقوبات فرضتها الولايات المتحدة عن الصين سابقا في ملف زي ملف التبت، في ملف زي ملف تايوان، هناك عقوبات زي ملف هونج كونج، هناك عقوبات بالفعل على أفراد صينيين وأشخاص صينيين. لكن إذا كنا نتحدث اليوم على أن الولايات المتحدة تريد أن تعيد تنظيم الاستثمار الأمريكي داخل الصين، يجب أن نلقي نظرة على هذا على حجم هذا الاستثمار. الاستثمار الأمريكي الموجود الآن ونحن نتحدث، الاستثمار نقصد به الـ FDI أو الاستثمار الأجنبي المباشر، حجمه لا يتعدى مليار دولار. أيضا الاستثمار الصيني المباشر داخل الولايات المتحدة حجمه أقل من مليار دولار. نحن نتحدث عن حجم استثمار مباشر كان في 2018 و2019 وصل ل 8 مليار دولار، وصل من الجانب الصيني داخل الولايات المتحدة لخمسة مليار. بنتكلم عن تراكم، يعني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تراكم على مدى عقدين من جانب الولايات المتحدة داخل الصين، بنتكلم عن ربع تريليون دولار. من جانب الصين داخل الولايات المتحدة بنتكلم عن 150 مليار دولار. فإذا بنتكلم عن الاستثمارات القادمة أو الاستثمارات الآنية لهذا العام حجمها قليل جدا، والشركات الأمريكية بدأت أكثر حذرا، والشركات الصينية بدأت تصبح أكثر حذرا في الاستثمار داخل الولايات المتحدة بالنظر لحالة الصراع السياسي والصراع الاستراتيجي بين الصين في جانب والولايات المتحدة في جانب. وجميعا نتذكر المقولة المشهورة أن رأس المال
جبان صحيح. وحال في صراع فأول شيء بيهرب هو رأس المال. نعم. لكن هذا لا يقلل من أهمية العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبين الصين. حجم التجارة الحالي حوالي او بنتكلم في 18 19 وصل حوالي 800 مليار دولار. يعني برغم كل ذلك هي نعم. اكبر شريك تجاري يعني نعم. في 2018 وليس الان نعم. طيب اسمحنا نعم. نذهب لنرى ماذا تقوله الصحافة نعم. العربية والعالمية حول هذه العلاقة المتشابكة بين الولايات المتحدة والصين. في رأي اليوم الخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة يقول تسعى الولايات المتحدة إلى حماية مصالحها في شرق آسيا من التوسع الصيني، أيضا بالعمل على خنق الصين من خلال الحد من وصولها إلى التكنولوجيا المتقدمة من أجل إبطاء تطورها ومنعها من أن تصبح تهديدا أكبر. وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة التوترات بين البلدين. وفي صحيفة البيان يعتقد الباحث في مؤسسة أمريكا الجديدة باراك بارفي بأن الولايات المتحدة لم تعاني بنفس القدر الذي تعاني منه الصين جراء تصاعد الحظر المتبادل، مبررا ذلك بقوله إن بكين لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المتقدمة مثل الرقائق الدقيقة، وبالتالي سيؤدي حظر هذه المنتجات عن الصينيين إلى خلق مشاكل خطيرة بالنسبة لهم. بينما كتبت مجلة إيكونومست البريطانية إن موافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ وأسلحة جديدة بقيمة 619 مليون دولار إلى تايوان خطوة تزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين رغم الضغوط السياسية المتزايدة من الحكومة الصينية وطلبها من واشنطن عدم إمداد تايبيه بالأسلحة الأمريكية. أهلا بكم من جديد دكتور سيد. طبعا تابعنا ما قالته بعض الصحف وكتابها في هذا الموضوع، لكن يعني نحن الآن أمام الصين تقف مع روسيا في حربها أو في عملياتها العسكرية وهو المنطوق السائد ضد أوكرانيا، وواشنطن تسعى لحشد الدعم والتأييد ضد الصين لفرض العقوبات التي أشرنا إليها منذ قليل. السيناريو المتوقع في خضم هذه التشابكات ما هو؟ يعني إذا نظرنا إلى تجربة أوروبا مع الحرب في أوكرانيا هنجد أن الولايات المتحدة ضحت بمصالح أوروبا لصالح المصالح الأمريكية، وهناك إدراك متنامي داخل أوروبا الآن أن الأمن الأوروبي راح ضحية للمصالح الأمريكية. وإذا عدنا إلى ما حدث في ملف أفغانستان رأينا كيف تخلت الولايات المتحدة عن حلفائها داخل أفغانستان بعد 20 عاما صحيح. يعني في جرة قلم أو في تصريح مباشر وتركت النظام وأفغانستان يواجه ما واجه. هذا الدرس لن يغيب عن الدول الأسيوية ولن يغيب عن الصين، فالصين تراقب ما يحدث في أوكرانيا على كل المستويات سواء المستوى العسكري أو المستوى السياسي أو المستوى الاستراتيجي، واعتقادي أن الصين لن تكرر الأخطاء التي ارتكبت في الأزمة الأوكرانية سواء كان من طرف الولايات المتحدة والأوروبيين أو من طرف روسيا. أيضا الدول الأسيوية تدرك أيضا أنها لا تريد أن تكون ضحية لصراع صيني أمريكي على غرار ما حدث مع الأوروبيين في الأزمة الأوكرانية، وبالتالي الولايات المتحدة الآن تسعى إلى ما يمكن أن نتخيله أو نسميه نوع من أن حيبقى في مناطق نفوذ اقتصادي كما كان هناك مناطق نفوذ سياسي، وأن الصين وروسيا ستبني منطقة نفوذ اقتصادي خاصة بها والولايات المتحدة ستبني منطقة نفوذ اقتصادي خاصة بها، وستكون هناك منطقة رمادية أو منطقة محايدة تتعاون مع هاتين المنطقتين. لكن تايوان أمام الصين مباشرة وهي نقطة توتر شديدة، ومؤخرا الولايات المتحدة يعني باعت لتايوان صواريخ، وها
هذا شكل نوعا من التوتر الشديد أيضا أو زيادة في التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. نعم تايوان يعني كما يقول الصينيين هي المسألة الأهم والأكثر حيوية في العلاقات الأمريكية الصينية. والصينيين يعني بالنسبة لهم مسألة تايوان هي مسألة محسومة. تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، والولايات المتحدة في تصريحات رسمية وإعلانات رسمية مع الصين يعني وافقت على هذا المبدأ. وفي آخر تصريح للرئيس الأمريكي في لقاء بالي مع الرئيس الصيني قال نحن لا ندعم استقلال تايوان. لكن الولايات المتحدة بتعتبر تايوان كارت مهم جدا في التعامل مع الصين. يعني عندما تريد الولايات المتحدة أن تضغط على الصين فهي تضغط من خلال الكارت الخاص بتايوان. طيب عندما تريد استرضاء الصين فتحاول أيضا استرضاء الصين من خلال مسألة تايوان. طيب تايوان والتكنولوجيا طبعا في أزمة كورونا سلاسل الإمداد والتموين في العالم تعطلت. نعم. وبالتالي بقى ظاهر لكل الاقتصاديين والمراقبين أهمية تايوان فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وخصوصا صناعة أشباه الموصلات. الآن تريد الولايات المتحدة أن تضغط على الصين من خلال التحكم في صناعة في أشباه الموصلات وتضغط على تايوان وعلى الشركات التايوانية التي أقامت مصانع لهذه الصناعات داخل الصين لكي تسحب هذه المصانع من داخل الصين إلى تايوان على الأقل. وفي نفس الوقت هناك مسعى أمريكي وهناك مبادرات أمريكية وتمويل أمريكي لنقل هذه الصناعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. على الجانب الآخر الصين أطلقت مبادرة 2025 منذ فترة، عنوان المبادرة صنع في الصين، والهدف أن تستقل الصين وتعتمد على نفسها في الصناعات الاستراتيجية الهامة ومن ضمنها أشباه الموصلات. إذا تم إغلاق الباب أمام الصين في استيراد أشباه الموصلات سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من تايوان، نعم. سيكون البديل طبعا أن تعتمد الصين على نفسها وأن تعتمد أيضا على روسيا، وخصوصا أن الصراع وصل إلى أن البعض داخل الولايات المتحدة الأمريكية يقترح منع الصينيين من الدراسة داخل الجامعات الأمريكية. فالروس قالوا ان احنا جاهزين ان نستقبل الطلاب الصينيين داخل الجامعات الروسية وقادرين ان احنا معطي الصين ما تحتاج من تكنولوجيا سيتم حرمانها منها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. يعني نحن بصدد انقسام جيوبوليتيكي في العالم، وهذا الانقسام سيصل أيضا إلى المستوى الاقتصادي. نرى أن الولايات المتحدة تحاول أن تجابه الصين في كل مجال. على سبيل المثال المبادرة الصينية مبادرة الحزام والطريق، خرجت الولايات المتحدة بمبادرة أخرى تسمى بورد لمواجهة مبادرة الحزام والطريق، وحاولت أن تشوه هذه المبادرة الصينية وتسميها دبلوماسية الديون. نعم. عموما يعني نحن أمام مسارات لهذه الحرب أو هذه العلاقة المضطربة ما بين الولايات المتحدة والصين، والعالم كله يدفع أو يراقبها. المهم أن المنطقة العربية المهم أن المنطقة العربية لديها حساباتها الخاصة ولديها براعاتها في التعامل مع طرفي النزاع وأن تأخذ بمكاسب من كلا الطرفين. ودائما درس السياسة لا ينقضي والعالم يستحيل أن يعيش في سكون. هو يعني العنوان العريض للموقف العربي بشكل عام هي حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمل، وبالتالي نحن لا ننحاز إلى هذا الطرف وإلى هذا الطرف. ورئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من قائد عربي دعوا في أكثر من مناسبة لضرورة وقف هذه الحرب وإن تحل المشكلة على مائدة المفاوضات. ونعلم جميعا أن هذه الحرب المرحلة الأولى منها بدأت بمفاوضات دبلوماسية من خلال خطابات صدرت من روسيا إلى الولايات المتحدة وإلى حلف شمال الأطلنطي وإلى منظمة الأمن الأوروبي تدعو إلى إعطاء روسيا ضمانات أمنية تضمن أمن روسيا طبقا لاتفاقيات سابقة أيضا بين الأوروبيين وبين روسيا، بتتكلم عن الأمن الجماعي إن لا يجوز تجزئة الأمن. ولكن طبعا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي تجاهلوا
هذه المطالب الروسية، وردت روسيا أيضا بخطاب رسمي وقالت أنها ستتخذ إجراء عسكري لحماية أمنها. وفوجئنا أو شفنا كلنا العملية العسكرية الروسية الخاصة داخل أوكرانيا. فالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى قبل الأزمة بدأت بمفاوضات دبلوماسية. هذه المفاوضات الدبلوماسية فشلت في الوصول إلى حل. قامت الحرب، ستنتهي الحرب في نقطة ما وستتوقف، وسنعود مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات، وسيتم حل المسألة أيضا من خلال الدبلوماسيين. بالنسبة للصين، هي لا تنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا على أنه أزمة أوكرانية، وإنما هي أزمة عالمية، بمعنى هي أزمة وصراع من أجل شكل النظام العالمي القادم. وفي اعتقادي أن الصين تعتبر أن هزيمة روسيا في هذه الحرب أو خسارتها لهذه الحرب ستغلق الباب أمام الصين من أن تكون أحد أعمدة القوة في العالم، وستنهي حلم النظام العالمي المتعدد الأقطاب. وأعتقد أن أيضا الهند ودول أخرى في العالم زي البرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها تشاهد ما يحدث في أوكرانيا وتترقب عما سيسفر هذا الصراع، والغالب أنه هو سيسفر عن نظام عالمي متعدد الأقطاب. لأن هذه الحرب هي دليل ان روسيا تتحدى الولايات المتحدة وتتحدى الناتو داخل اوكرانيا وتستمر الحرب اكثر من عام، دليل على ان هناك اصرارا روسيا على ان الهواجس الامنية الروسية يجب ان تتلقى انتباه من الغرب، وان روسيا كفيلة وقادرة ان تحافظ على امنها. ولا اعتقد ان الصينيين يختلفون مع الموقف الروسي. طيب فيما يحاول الوصول اليه في نصف دقيقة، الصين هل ستتخلى عن حلمها في تايوان اذا ما انتهت حرب روسيا الاوكرانية؟ هذه مسألة لا جدال فيها، الصين لن تتخلى عن تايوان، واصبح جزء من الدستور الصيني الحالي أن ضم تايوان وتوحيدها مع الصين هو هدف دستوري صيني لا يمكن التخلي عنه. وخلينا نقول أن باي وي أور أنذر أو بشكل أو بآخر في 2049 ستكون تايوان جزء من الصين. في 2049 يعني هذا هو طبعا بس يعني ده نهاية الطريق. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور سيد مكاوي زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو بنيو دلهي. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك عبد الله، تشرفت بوجودي مع حضرتك. شكرا جزيلا. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. غدا مساحة للرأي جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.